طيب لو حد هو بعض الناس اتصلوا قالوا وقائع حسد حصلت لهم، يعني حد معين شاف البلوزة فاتقطعت في ساعتها عجبته، حد معين شاف الترابيزة وقعت، انا لو حسيت ان فعلا في حد قدامي بيحسدني ايه المفترض نعم اللي يحصل؟ انا اعمل ايه وهو يعمل ايه؟ الله يفتح عليك. ده فعلا في الحقيقة كانت نقطة مهمة وكنت عايز أقول فيها إن إحنا مش هنقدر نمنع الحاسدين من الحسد، صحيح، لكن نقدر نمنع تأثير وقوع الحسد على أنفسنا، بمعنى إن إحنا نستطيع إن إحنا نحصن أنفسنا من الحسد ومن السحر ومما شابه ذلك. جميل. وتحصين النفس بيكون بالآتي: أولا بالقرآن الكريم. نعم. المداومة والمواظبة على قراءة القرآن الكريم أو حتى الاستماع إليه بيقي الإنسان من شرور كثيرة جدا. نعم. ثانيا أذكار الصباح والمساء، هذه الأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح وعند المساء، نعم، تقي الإنسان من أمور كثيرة جدا جدا متعلقة بالحسد. ثالثا إذا كنت بشك أن في حد معين يعني غلب على ظني وتجارب سابقة ومواقف سابقة خلتني تعرضت معاه لأزمات، بعد مثلا ما هو شاف حاجة فحصلت لي مشكلة فعينه أنا يعني أصبحت أشك إن كل ما بيجي البيت بتحصل مشكلة، كل ما بيشوفني لابس حاجة جديدة تحصل لي مشكلة، يبقى هذا الإنسان كلما أراه أنظر في وجهه، أنظر في وجهه وأقول أقرأ الآيات القرآنية: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات في سري، أو أقرأ آية الكرسي في سري وأنا أنظر إليه، يعني وهو لا يسمع طبعا، لكن أو اللي مش حافظ الحاجات دي كلها ممكن يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل. يعني مجرد هذا الذكر فقط الذي علمنا إياه القرآن الكريم كما جاء في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فمجرد أن أنا أقول هذه الآيات أو أي آيات في وجه الحاسد يعني ترد الحسد إن شاء الله، ترد عينه، نعم، عينه ترد إن شاء الله، إن شاء الله، ولا يكون له أي تأثير بإذن الله تبارك وتعالى. وعلينا أن نوقن أن النافع وأن الضار هو الله سبحانه وتعالى، صحيح، وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب، بالأسباب فقط. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فضلت الشيخ سلام عبد القاوي، ربنا يبارك في حضرتك ويتقبل منكم، جزاكم الله كل خير، أعزكم الله، شكرا جزيلا لحضرتك.